السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. اليوم الطقس في أوروبا ياسر باهي، هذاك علاش قررت نعمل فيديو على برا شوية، نخرج من الروتين بتاع الدار، ديما في الدار. إذن أتمنى أن يكون الصوت واضح، وفي الحقيقة هذه الفيديو باش تكون خارج على المألوف، باش نحاول نجاوب على بعض الأسئلة اللي سألوها بعض الأخوة، سواء في الفيديوهات أو في الفيسبوك اللي بعثوها لي. ياسر سألوني، قالوا لي وقت نخرج من الإسلام في الحقيقة شنو نتسموا؟ هل نتسموا مرتدين أو نتسموا كفار؟ أنا حسب رأيي تسمية مرتدين هي تسمية إسلامية، وتعرفوا معنى الردة في الإسلام هي الرجوع إلى خلف. إذن أنا لا أفضل استعمال هذه الكلمة، فالإسلام يعتبرنا مرتدين والمسلمين يعتبرونا مرتدين، أما إحنا بالعكس ماناش نرجع إلى خلف ولكن نقدموا للقدام. هذاك علاش اللي يخرجوا من الإسلام حسب رأيي معناتها ما لازمهمش يتسموا مرتدين على حسب تعريفنا احنا، ولكن ذلك لا يمنع ان المسلمين يسميون مرتدين. اما مسألة كفار، هل احنا كفار؟ تعرفوا معنى الكفر في الاسلام او بصفة عامة في اللغة العربية هو اخفاء الحقيقة والنفاق، هو نوع من الكفر، لان الكافر هو من اخفى الشيء، وكفر الحبة يعني اخفى الحبة. إذن احنا مانيش لنا كفار ولنا مرتدين على حسب وجهة نظرنا احنا كخارجين على الإسلام. إذن هنا السؤال، احنا شنو بالضبط؟ في الحقيقة اللي يخرج من الإسلام أول حاجة معناتها تنجم نصف بها رواحنا هي عدم الخضوع، لأن الإسلام هو الخضوع والاستسلام. فالخروج من الإسلام معناتها أول صفة نتصف بها هي التحرر وعدم الخضوع والتفكير وعدم اتباع النقل، وإنما والحاجة اللي تقنعنا. أما بعد ذلك، بعد أن نخرج من الإسلام، هذاك مسائل كبيرة. تعرف الإنسان عندما يخرج من الإسلام عنده ياسر اتجاهات، فما اللي يتبع دين آخر. نعرف ياسر يتبع المسيحية، ولا حتى نعرف شكون يتبع اليهودية أو يتبع البوذية أو يتبع الهندوكية أو غيرها من الأديان اللي موجودة على الساحة، اللي تقدم إجابات أفضل 1000 مليار مرة مما يقدمه الإسلام. خاصة أنا معناتها نشوف مثلا المذهب الدين البوذي أو ديانات أخرى عندها وجهة نظر أكثر إنسانية من الإسلام بكثير. وكل إنسان حر شيء طبيعي. أنا هوني وقت نعمل الفيديو بتاعي ونقطة الإسلام، الهدف متاعي ليس أن عبد أنه نوجهه لدين معين ولا الفكر معين، وإنما أترك له الخيار، معناته هو حر باش يتبع ما يريد. أما أنا الشيء اللي نبين عليه هو دي مسؤول يسألني علاش أنا ديما نقطة الإسلام، لأني أنا ذات خلفية إسلامية، لأني من أصل مسلم، هذاك علاش نقطة الإسلام، ولأنني أعرف الإسلام وعندي أسبابي الذي تركتني الخروج على الإسلام، لما رأيت من ظلم وانحطاط فكري موجود في الإسلام اللي لا يمكن أي إنسان عنده ذرة من العقل أن يتبع هذا الدين إلا في حالة واحدة، يا إما يكون مريض عقليا، فهمت، هذه حاجة، ومستسلم كليا وليس له معناتها أي منطق إلا منطق النقل والخضوع والاستسلام، أو أن يكون لا يعرف شيء عن الإسلام. هذه مسألة يعني واضحة بالنسبة لي. أما الإنسان اللي معناته يعرف الإسلام بالكدا بالكدا بالكدا، يبقى له خيارين، يا أما أن يغادره، يا أما أن يتبع فكر آخر أو دين آخر. وهذه ترجع في مسألة الحرية الفردية، فأنا لا أدعو أي إنسان لكي يتبع كذا أو كذا. إذن فمن خرج عن الإسلام واتبع المسيحية يسمى مسيحي، ومن خرج عن الإسلام واتبع البوذية يسمى بوذي، ومن خرج عن الإسلام واتبع الهندوكية يسمى هندوكي. ولكن هناك فئة كبيرة من يخرج عن الإسلام ولا يتبع أي دين، فهؤلاء نطلق عليهم بصفة عامة اللا دينيين، يعني
ما يتبعوا حتى دين، وهما معناتها الأغلبية من المسلمين بصفة عامة أغلبهم من يخرج عن الإسلام فهو لا يتبع أي دين، لأنه يكتشف شيء أن الأديان ما هي إلا ضحك على الذقون ولعب ومسخرة لم تعرف لها الإنسانية مثيل. ولكن لا يمنع أن كثير لا يجد الشجاعة أو لا يجد القدرة أن يتخلى كليا على فكرة الدين، وهو محتاج. يعني غير نجم نقول هذوما العباد اللي يختاروا دين آخر مثل المسيحية أو البوذية أو الهندوكية، بالنسبة لي أنا هذه وجهة نظري أنا شخصية ومتمثل حتى إنسان. وهنا حبيت نبين حاجة، راهو أفكاري معناتها اللي نعبر بها هي أفكار خاصة تخصني كان أنا شخصيا، تعرفوا أنتوما اللي بصفة عامة في الإلحاد، وأنا ملحد أتبع الإلحاد، ليس هناك وصاية، فكل إنسان هو عبارة سيد نفسه ورب نفسه. هذاك علاش ديما نقول حتى حد ما رب حد، كل واحد رب روحه. يعني هذا هو الفكر الأساسي للإلحاد، وتو نرجع له في الفيديو هذه باش نبين بعض الحاجات. هناك فما أشخاص من الجموش، يعني نجموا أنا بالنسبة لي ما عندهمش القدرة أن يكونوا مسؤولين على أنفسهم، لازمهم وصايا، لازمهم واحد يوريهم، لازمهم واحد ينصحهم. هذاك علاش يعني عندما يخرجوا من الإسلام يحسوا رواحهم نوعا ما أيتام، فلهذا يختارون أب آخر سواء المسيحية، وأكثرهم المسيحية أو البوذية أو الهندوكية أو غيرها أو الشنتوكية أو أي ديانة أخرى لكي تكون وصية عليه. هذه معناتها مسألة وجهة نظر خاصة، بينما هناك طيف كبير معناتها وذايا معناتها من فضل العقل يفهمون الحقيقة ويعرفون أن المشكلة في الدين بحد ذاته مهما كان، وخاصة الديانات الإبراهيمية وهي عبارة على مؤسسات وجمعيات الهدف متاحها هو الانتشار، والهدف متاحها هي العمل أكثر. الأئمة أو كل الأئمة أو القسيسين أو غيرهم هذو ما يسموا بعلماء الدين لكل دين، هي مؤسسات مثل الجزار والحواد، يعني هو عمل يقومون به، وكل إنسان يدافع على ما يسمى أفكاره وأهدافه لأن ذلك مورد رزقه. وتعرفوا أن الكنيسة والجامعة وغيرها وغيرها هي موارد لجمع المال، وموارد معناتها كبيرة جدا جدا جدا، لو استعملت لرفع الفقر لانتهى الفقر فوق الكرة الأرضية. ولكن هما الهدف متاعهم هو الاستغناء الشخصي والوهرة، ويكون عندهم قيمة وقدر واستعباد الناس. بالنسبة لي كل الأديان هي أدوات لاستعباد الناس، وليس للدين لكي نقول له لا تستعبد الناس، وإنما نقول للعبيد الذين يتبعون الدين تحرروا 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 من الأديان، ولو تريد عقيدة فاختر عقيدة خاصة بك ولا تتبع ولا إمام ولا كنيسة ولا أي شيء آخر. وهذا الخيار بتاع معناتها أكثر اللادينيين الذي قرروا أن لا يتبعون الدين، وهم عدة أنواع. هناك من اختار عقيدة خاصة به هو، فهمت، يعني عنده وجهة نظر خاصة، يعني أكثرهم معناتها هما ما يسموا بالربوبيين الذي يؤمنون بإله ولكن يفهمونه على حسب وجهة نظرهم، أو لا يريدون أن يعرفونه ويحاولون أن يفكروا ويستعملوا العقل في فهم الحياة. وهؤلاء أنواع كثيرين، منهم من يقول إن الرسول هو العقل ويتبعون عقولهم الشخصية، وأنا أحترم كل إنسان مهما كان وجهة نظره، لأن موضوع الربوبية هو موضوع كبير. وهناك من يتبعون ما يسمى لا أدريين، يعني يرفضون كليا أن يكون لهم رأي هل هناك إله أم ليس هناك إله. وهؤلاء أيضا معناتها يتبعون ما يسمى بمنطق معناتها إن لا أحد يستطيع أن يثبت وجود إله ولا أحد يستطيع أن ينفي وجوده، إذا يفضلون الحياد ولا يكون لهم رأي هل هناك إله أم ليس هناك إله. وهناك الطيف الثالث، وهم في الحقيقة أقلية، وما هم الملحدون الذين معناتها يرفضون كليا فكرة
الإله. وهنا أريد أن أبين شيء مهم كثير لا يعرفونه، هو مسألة الإلحاد. يجب أن نفرق بين الإلحاد الغربي والإلحاد الشرقي. في الحقيقة الإلحاد الغربي والإلحاد الشرقي شيئين مختلفين كلياً، والإلحاد الغربي هو أكثر شيء إلحاد مادي، وأنا أحترمه وهو له قواعده وله أنظمته الذي يعتمد عليها وله فلاسفته، معناتها مسألة واضحة. وهناك ما يسمى بالإلحاد الشرقي، والذي هو أنا أعتبره أكثر روحانية، أكثر روحانية، لأني أنا شخصيا مثلا أنا أتبع أكثر شيء ما يسمى بالإلحاد الشرقي. يعني مسألة والفرق من بينهم، يعني بين الإلحاد الشرقي والإلحاد الغربي، إن الإلحاد الغربي يقول أنا لا أؤمن بإله، يعني هو ينكر الإله وينكر الإيمان ويعتبر الإيمان شيء غير منطقي وليس له أي قيمة، فهو ينفي الإيمان أصلا ولا يؤمن إلا بما هو ملموس لمس كامل، فهمت؟ يعني الحاجة المادية، ما يسمى بالماديات. وهذا الفكر الذي يقول وجودنا عبارة على اختيار طبيعي ويعتمد على الصدفة، على حسب تفسيره هو للصدفة، ويعتبر إن الكون عبارة على فوضى وسراب وليس له أي قيمة، وأن الإنسان عندما يموت لا يعود له أي وجود، وهو فكر متكامل طويل، ويعتبر معناته هذه حقيقة يجب الإنسان أن يعترف بها وينظر الأشياء بواقعية ويبتعد على ما يسمى بالإيمان أو بالوهم اللي هو يسميه وهم، وهم الإله ووهم الحساب ووهم الحياة بعد الموت ووهم الأوهام الإنسانية، والذي يعتبرها هي لكي عبارة على مخدر يطمن الإنسان ويجعله يعيش في وهم كبير في هذه الحياة، بينما بالنسبة لهم على الإنسان أن يعترف بالحقيقة أنه وجد صدفة وأنه يجب أن يغتنم الحياة هذه ويعيشها ثم يموت وينتهي ولا يبقى له أي أثر. هذا ما يسمى بالفكر الإلحادي المادي، وأنا أحترمه كثيرا وأميل إلى بعض أفكاره، ولكن لا يمنع أنني أميل أكثر لما يسمى بالإلحاد الشرقي، وهو الذي يعتمد على نوعا من الروحانيات الإنسانية، وهو أكثر إنسانية. يعني أنا لا أعتمد كليا إلا على ما هو ملموس، وإنما أعتمد أيضا على ما هو محسوس وما هو يعني متخيل. أعتبر أن المشكلة ليس في الإيمان بحد ذاته، يعني إيمان كإيمان ليس، وإنما ما هذا نوع، ما هو نوع الإيمان؟ هل هذا الإيمان يقدمنا أم يؤخرنا؟ هل هذا الإيمان يجعلنا لا نتقدم؟ هل هذا الإيمان موروث أو محسوس؟ فعدة أسئلة أطرحها على نفسي، فلهذا أنا أعتبر نفسي أكثر شيء أميل ما يسمى بالإلحاد الشرقي أو الإلحاد الإنساني، وأعتبر معناتها أن وجودنا هنا ليس صدفة، ولكن لا أؤمن أن هناك إله. يعني مثلا هنا الإلحاد الشرقي لا يقول لا أؤمن بإله، وإنما يقول أؤمن بعدم وجود إله. إذن هنا هو، هنا بالنسبة لي هذا نوع من الإيمان الإيجابي، لأنه هو يؤمن، لأن ما يسمى بالإله هي عبارة كما قلنا لا أحد يستطيع أن يثبتها أو عدم، معناتها يثبتها وجوده أو عدم وجوده، فهي مسألة بالنسبة لي إيمانية بحتة، يا أما نؤمن به يا أما لا نؤمن به. فمن يؤمن به فهو يعتبر ربوبي، ومن لا يؤمن به يعتبر ملحد. وأنا لهذا أقول أنا أؤمن إيمان قاطع، ليس هناك إله، وهذا الإيمان معناتها انطلاق من تجارب بتاعي الشخصية ومن أحاسيسي، فهو إيمان بالنسبة لي. لذلك أنا أعتبر نفسي أتبع ما يسمى بالإيمان الإلحادي أو ما يسمى بالإلحاد الشرقي، والذي أعتبر أن مدام أنا موجود هون يعني الدنيا هذه اصطفتني، ليس إله هو الذي اصطفاني ولا الصدفة، وإنما ظروف وعوامل أدت إلى وجودي، ومدام أنا موجود يعني يجب أن يكون لي مهمة في هذه الحياة،
وهنا بالإيمان أنا أعطي قيمة للإنسان. ولهذا أقول إن ما يوقع في العالم ليس صدفة، إحنا مسؤولين عليه. وأنا أؤمن إن ما دام الإنسان توجد في هذا الكون فلكي يكون رب هذا الكون، لأن هذا الكون ليس له إله. فكل الطبيعة وكل الكواكب وكل هذا الكون الموجود حولنا لم يوجدنا صدفة، فلهذا لازمنا نتحمل المسؤولية. فهذا نوعا من الإيمان الإيجابي، وهي وجهة نظر شخصية، أنا لا أدعو معناتها لأحد لهذا الفكر، فهو فكر خاص وكل إنسان هو حر في أفكاره مهما كانت. وأردت هذه الفيديو أن تكون تتكلم أكثر على طريقة تفكيري وعلى الأسئلة التي طرحت علي، كثير من الأسئلة في الحقيقة طرحت علي، ولهذا أردت أن أجيب عليها في هذه الفيديو. وفي فيديوهات في الفيديو القادم أحاول أن أجيب على الأسئلة سؤال وراء سؤال. لقد حددت مع أنت الأسئلة، أما غير اليوم حبيت نعمل هذه الفيديو لأن الطقس جدا جميل في هولندا، وأردت أن أخرج على ما يسمى بالمألوف بتاع البيت، وسوف أعمل مع أنت فيديو آخر وأجيب على كل الأسئلة. أما حبيت نبين هنا حاجة مهمة، إني أنا مع أنت صحيح ملحد، ولكن لا أؤمن إني موجود عبث، ولا أؤمن إن وجود الكون عبث، ولا أؤمن بالصدفة، ولا أؤمن بعدة أشياء، ولكن لا يعني أني أؤمن بإله. وإنما أرى كما قلت في الفيديوهات السابقة، في الفيديو السابق كما قلت في الفيديو السابق، إن العالم العربي الإسلامي أنا أتوقع منه كل الخير، وأنا سعيد عندما أرى كل مرة يخرج واحد يتكلم في فيديو أو يكتب مقال. في الحقيقة رغم تفرقنا يعني وعدم وحدتنا، وهذا شيء جيد أن لا نكون معناتها مجموعين تحت إطار واحد، فكل إنسان هو عبارة على ذرة حرة تعبر على أفكارها، هذا بالشعر، هذا بغناء، هذا بكتابة، هذا بقولة، هذا بمقابلة، هذا بطريقة معناتها يوري نفسه، هذا لا يوري نفسه. فكل إنسان حر في التعبير، وأنا شخصيا أشجع كل إنسان أن يعبر مهما كان بأي طريقة ويتكلم بكل صراحة. الآن عندنا النت وعندنا كل ما هو تكنولوجيا لكي نعبر على أفكارنا، حتى ولو لم نظهر أنفسنا، ولو إننا نخاف على حياتنا من هذا الخطر الذي يهددنا. فنحن من أصل عربي إسلامي في الحقيقة، أنا أرى شخصيا سوف نقدم خدمة كبيرة للإنسانية، وهي القضاء على كل الأديان. وأقول وأكرر، يكفينا من نقد بعضنا، يكفينا معناتها من اتهام بعضنا، هذا يتهم الآخر، هذا يتهم الآخر، هذا يتهم الآخر، ونحاولوا باش نشجعوا بعضنا، ونحاولوا باش نقسموا أي فيديو ونلقاوه معناتها نقسموه ونعملوا معناتها أحب هذا الفيديو، لأن هذه هي الحاجة اللي تنجم تشجعنا وتنجم تجعلنا متحدين. مش لازم تكون منظمة ولا جمعية تجمعنا، فكل إنسان حر، كل واحد يعبر على أفكاره. أنا أدعم كل إنسان بأي طريقة يعملها، منجيش نقول هذه شبهة عرّت روحها، علاش؟ هي وجهة نظرها الخاصة في التعبير، ولا هذا يقول في كلام خايب، هو حر. فأنت واللي ميحبش يسمع ميحبش يسمع، راهو اللي يخرجوا على الإسلام كلهم عندهم ظروفهم وأوضاعهم الشخصية، وكل واحد يتجه إلى نوع من الناس. هناك من يرى في فلان قدوة، وهناك من يرى في فلان قدوة، رغم أن احنا لا نؤمن بالقدوات، وإنما كل إنسان هو حر. فاحنا ما بنحبوش نطيحوا في نفس الإطار أن نكون كلنا كيف كيف، كل إنسان يتكلم بطريقته، اللي يحب يقول كلام زايد يقول، اللي يحب يعري روحه يعمل، كل إنسان حر. واللي يحب يتكلم بطريقة هادئة، واللي يحب يتكلم بطريقة أكثر عنف، المهم احنا اللي يجمعنا كلنا هو الحرية الفكرية وعدم النفاق والتعبير بكل حرية على ما في داخلنا. أرجو أن تكون هذه الفيديو واضحة، وسوف نحضر الأسئلة الكل. في الحقيقة راني حضرتهم الأسئلة هوني بورقة، لكن ما جاوبت على حتى سؤال، أما حبيت نعمل هذه المقدمة للإجابة على الأسئلة. وشكرا. واليوم 9 مارس 2014، ونتمنى لكم كلكم أن تكون عندكم أكثر شجاعة باش تعبروا على أفكاركم، حتى كان ما تنجموش تعبروا على أفكاركم بأساميكم الحقيقية ولا بصوركم، تنجموا تعبروا ب20,000 طريقة وطريقة، راهو حتى حد ما نجم يعرفكم كان توما ما قلتوش توما شكونكم. وبسلامة، ونتمنى أن نشجعوا بعضنا أكثر، ويزيونا من سبان
كل واحد يسب الآخر وكل واحد ينقد طريقة الآخر. أنا شخصيا مثلا قريت البارح على أمينة كيفاش عرت روحها، علاش شنو فيها؟ قال لك أنت ما تنجمش تعري روحك، ما تعريش. هي عبرت على رأيها، وصلت الرسالة متاعها بالطريقة متاعها، هي حرة. جلال بريكي حبي يعبر بكلام معك كذا، شيطان قرطاج حبي يعبر بكلام، هو حر وأنا أدعمه ونحطه على الباجات متاعي في الفيسبوك ونقسمه، ويبعثوا لي ياسر يقولوا لي كيفاش تقسم، كيفاش تحط جلال بريك راهو مستوى مثلا منحط كذا. نقول لهم أنا للحرية المطلقة الفكرية، ومن لا يؤمن بالحرية أنا ضد أي أنواع المنع مهما كان. فأنا نسمع جمال جلال بريك ونحترمه، ونسمع أي إنسان وشيطان قرطاش نسمعه، والهش نسمعه، وأمينة تعمل مثلا حاجة نشوفها، وإلا عليان تاع مصر، وإلا أي إنسان الأردني مثلا ولا عراقي ولا أي إنسان، أي طريق التعبير. فالحرب ضد الفكر الإسلامي وضد المسلمين الذين يريدون أن يفرضون عليهم أفكار، يفرضون علينا أفكارهم، يجب أن نحاربهم بكل طريقة وبكل أسلوب. فكريا احنا ليس ناس عنيفين، نؤمن بالحرية ونطلب باش نعيشوا أحرار في هذه الدنيا، وأن تشاركوا البشرية في تقدمها. وأنا كما قلت لكم أؤمن 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 أن مبدعين سوف يخرجون من العالم العربي الإسلامي نتيجة هذا الضغط، هذا الضغط الإسلامي وضغط المسلمين علينا، وسوف نتحرر ونحرر البشرية من الأديان، وننطلق في مرحلة جديدة من مرحلة الإنسانية الذي أسميها مرحلة البلوغ. لأن حسب رأيي احنا الآن البشرية كالإنسان تمر بعدة مراحل، فهي الآن في آخر مراحل المراهقة، ولهذا ترون كل هذا العنف وكل هذا الظلم. والبشرية سوف تخرج من هذه العقدة، وسوف توصل مرحلة البلوغ وتختار طريقها الإنساني لتكون رب هذا الكون. ومن هم من أصل عربي إسلامي سوف يشاركون في ذلك الشيء، وسوف يكونون الرواد معناتها في هذه المسألة، لكي يقضون على كل الأديان بالقضاء على الإسلام. فمهمتكم كبيرة جدا 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 جدا، فأدعموا رواحكم وحاولوا بكل الطرق بكل الطرق انشروا أفكاركم وانشروا أفكار الآخرين بكل طريقة، حتى ولو ماكش متفق معاهم، المهم أنه فكر حر يعبر على نفسه. وشكرا، ومع فيديو قادم.